وشكل السوق العائم في منطقة بولفارد وورد أحد أبرز الوجهات الترفيهية في موسم الرياض 2024، حيث يقدم تجربة تسوق فريدة تربط الزوار بشرق آسيا مباشرة من قلب العاصمة السعودية. يضم السوق أكثر من 60 جناحا يعرضون مجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات والمنتجات الحرفية، مما يجعل الزوار يعيشون أجواء آسيوية أصيلة وسط الرياض. السوق العائم يتصل بالمنطقة الآسيوية عبر جسر معلق يتيح للزوار الاستمتاع بمناظر بانورامية للمناطق العالمية المختلفة في بولفارد وورلد، مما يعزز من جمالية التجربة ويمنحهم فرصة الاستمتاع. تعد السوق العائم وجهة لا غنى عنها للراغبين في الاستمتاع بتجربة فريدة تجمع بين التسوق والترفيه في أجواء مستوحاة من الشرق الآسيوي. صحيفة السبق، عبد الحكيم شهر، الرياض. واحد 25 انا جالس Thank you.
في العالم الظاهر.